لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا بويل هلا مع الهلا شوميلة شيخ تنوم لابته لابته وقفة شوميلة 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 جتنا مشاهدينا الأعزاء حمية العيدة حمية العيدة حاسك الوهيبي غزي البرنديلة مع المركز الثالث الشوط الرئيسية مضمرين رئيسي الحيل الحزام الأخضر بن قريع قادم مع المركز الرابع ولكن العيدة حمية العيدة غزي البرنديلة الغزيل الغزيل وحمية الغزيل وحمية الله يا سلام الغزيل حمية العيدة العيدة مع الشوط الرئيسي أقوى شوط الحيل الغزيل تحاول الشوط الرئيسي حمية حمية تحتمي رئيسي الحيل تنتزع الشوط الرئيسي سلام يا اللورد سلام تهانينا والناموس لمالك حمية هجن السيلية وعبد الله بن سعيد العيدة المركز الثاني محمد بن علي بن قريع على المركز الاول على الصدارة يحاول بالمركز الثاني مستحيل وطلاع قادم على المركز الثالث ولكن الامبراطور على المركز الاول رعد ارعدهم يا رعد ارعد الميدان ارعد الميدان الامبراطور جود مورنينج للامبراطور محمد بن علي بن قريع جود مورنينج صباح الناموس صباح الشوط الرئيسي الأول 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 مع رعد الرعد يا رعد الرعد يا رعد الرعد يا الامبراطور تهانينا والناموس لمالك رعد محمد بن علي بن حمد المري برشلوني سلام فيض 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 سالم بن عنزام بالخاتم النعيمي وبمتابعة عبد الهادي المشروم من يراقب فيض بالشعار البرشلوني سلام يا النعيمي سلام سلام يا فيض سلام فيض مع الشوط الرئيسي للحيل العمانيات فيض أم الإنجازات وأم العوايد تكرر الإنجازات وتكرر العوايد سلام يا الشعار البرشلوني سلام سلام يا النعيمي سلام تهانينا والناموس لمالك فيض سالم بن عنزام بن خاتم النعيمي من قدم لنا فيض في شوط العمانيات المركز ضاوي الذي يريد ان يضوي بناموس الشوط الرئيسي ضبيان على الصدارة الريل على المركز الثاني ضاوي على المركز الثالث يتسلل للصدارة ضاوي بالنايفة ضاوي بالنايفة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بالنايفة يتسلل مع ضاوي يتسلل في هذا الانطلاق في هذا التحدي الكبير والمميز مع الامطار الاخيرة ضبيان على المركز الثاني حمد بن غانم بن سلطان لديفي الريل على المركز الثالث ولكن بالنايفة بالنايفة يحسم أمور هذا الشوط مع ضاوي وضوا ضاوي بناموس الشوط الرئيسي للزمول العمانيات الرسائل تهانينا والناموس لعبد الهادي بن حمد بن نايف الترحيب بالنايفة الهاجري على فوز ضاوي وتحقيق للإنجاز المركز الثاني ضبيان القمرة الحادة لحايب 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 القمرة الله لكن لحايب ما زالت مسيطرة ما زالت محافظة على المركز الأول محكمات للقبضة مع تحديات البداية مع تحديات المركز الأول لحايب لحايب الجنرال الجنرال للمرة الثانية تحكم القبضة بمجريات شوطنا الخامس صانعة الحماس شوفك شفال القلب من كل الأوجاع وبعدك لحايب بالضماير تلوعي الله لحايب 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 التاني والتبريكات نزف والسعيد بن راشد الزعبي على اختطاف لحايب لناموس هذا الشوط المركز الثاني
بن ناصر الشنجل يقدم الفايز، يقدم الفايز. الله 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 الله، طارن الزمول، طارن الزمول مع الامتار الاخير. ما شاء الله على هذا الرقص الصباحي مع الدفاعات الكبار وهدير الزمول. أب 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 يا سلام. الله 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 الله، عز الجيش ينطلق بالفوز بالناموس والانتصار. شوف هذا الاداء الجميل وهذا الانطلاق المميز والعصا في الابطان بدون اوامر ولا تعليمات على صوت الجهاز، انطلق مع الفوز والانتصار بشعار فرج من حمد بن علي المري. يقدم لنا بن عوض هذا الانتصار الجميل وهذا الحضور من عز الجيش بأجمل تحدي. مشكور يا بن عوض، تهانينا، اسعد الله صباحك وصباح الخير يا بن عوض على هذا الفوز والانتصار. نهب تحركت راشد بن ناصر بن محمد بن شابل ثالث المراكز توق، ولكن شديدة هجن السيلية، هجن السيلية، هجن السيلية، وخمس سيارات في الرصيد، خمس سيارات في رصيد شديدة هجن السيلية تعود الإنجازات شديدة. الله الله، شديدة 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 هجن السيلية ونهب نهب نهب قادمة شديدة ونهب اللحظات الأخيرة، ولكن شديدة نهب 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 شديدة 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 نهب شديدة شديدة شديدة. تهانينا والناموس لهجن السيلية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. مع الامتار المجنونة مقدم لنا معاند بدون اوامر ولا شبه اوامر، دفع تلقائي وذاتي مع صدارتي هذا الشوط، يقدم لنا تحدياته برنديلة يا برنديلة مع معالج معالج. الله يا سلام، اقلع معالج مع الامتار الاخيرة في رصيده، سيارتين في الرصيد، يحضر هذا البطل، يقدم لنا انطلاقات المميزة بدون اوامر، دفع تلقائي وذاتي العصا في الابطان. سلام وتحيه واحترام، سلام معالج، سلام سلام يا برنديله، اسعد الله صباحك وسلمت يمينك على هذا الاداء المميز والجميل. تهانينا، والناموس هو معالج يمر ايضا امام المقصوره الرئيسيه معلنا هذا الفوز والانتصار. مشكور يا برنديله المركز الثاني. المركز الثاني راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري يقدم لنا هذا الشعار متعبة على المركز الثاني، ثالث المراكز الشايبة ولكن المقدمة الصدارة البداية. الله الله الله، شعار الأنيق على مقدمة الشوط مع الورقة على الصدارة والبداية، 300 متر بين وبين خط النهاية، وهذه الورقة على الصدارة على مقدمة الشوط تنتزع المركز الأول، تطير بناموس هذا الشوط إلى شعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. صباح الخير على هذا الفوز على هذا الانتصار. شكرا لمحمود بن محمد بن سالم لوهيبي على هذه المتابعة اللي قدم لنا الورقة في هذا الشوط. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز الورقة بالمركز الأول في هذا الشوط بينما ثاني المراكز. ابو حمد روح واصلين، الجماعه قادمين ولكن روح وعين الله ترعاك، روح للانجازات، روح للنواميس، كرر امجادك كررها، كرر نواميسك كررها، وسجل باسمك احرف من ذهب يتقدم هنا مع هذا الهارف، الهارف صاحب السياره في مهرجان الامير الوالد هنا، والنقطة في المحلي السابع والنقطة الثالثة على التوالي في المحلي الثامن. سلام يا الهارف سلام، تهانينا تهانينا والف مبروك لفرج بن حمد بن علي البريس المري على هذا الفوز.
تنطلق فن ناصر بن عبد الله المسند والشرس راشد بن بطي الزعبي يتابع لنا فن بهذا الأداء المميز وصاحبة الجيكسار في مهرجان المؤسس وصاحبة المرسيدس في مهرجان الأمير الوالد تتقدم فن هنا ناصر بن عبد الله المسند بدون يتوامر فن تنطلق بهذا الأداء المميز مشكور يا الشرس مشكور مشكور يا راشد بن بطي الزعبي من يقدم لنا فن بهذا الأداء المميز بدون أي توامر ها هي فن مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله المسند على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مختار ولطام ومبلش وصولجان قادم ولكن المقدمة الصدارة هنا لطام مبلش لطام الامتار الاخيرة الامتار الخطيرة الامتار الاخيرة الله يا هذا الشوط شوفوا مختار شوفوا صايد الرموز بدأ ينطلق بدأ يندفع مع مختار بدأ ينطلق مختار الله سلام وتحية واحترام لمختار ولمالك مختار منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين وكفته مليئة وتهنية خاصة لغانم بن منصور الخيارين تهانينا تهانينا والناموس تهانينا على هذا الفوز مع هذا الفوز وسلام يا أهل العوينة سلام سلام والتحية والاحترام ثلاثية مميزة مع الصدارة جمرة أزمة لهيب أمسيكة الله يا سلام شوف هذا أيضا المشهد الجميل شوف هذا الأداء المميز والجميل ولكن أزمة تسللت من الجانب الآخر بشعار أيضا السيلية جمرة مع المركز الثاني المركز الثالث لهيب عصاها في البطان لكن عودة هنا مع أيضا أزمة أزمة لهيب 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 الله يا سلام المغامر المغامر هنا سعيد بن بطي الزعبي من يقدم لنا لهيب بتحدياتها المميزة والجميلة أزمة من الجانب الآخر ولكن لهيب 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 مع الأمتار الأخيرة أزمة 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 السيلية 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 سلام وتحية واحترام لهجن السيلية على هذا الانتصار المميز المركز الثاني الشوط روحت بالشوط مسك الختام مسك الختام مع الغفراني مع الغفراني افعال بدون اي اوامر افعال افعال ياهي من افعال ياهي من افعال روح الغفراني روح روح مع افعال افعال الانجازات افعال المجد التليد سلام يا الغفراني سلام سلام يا الغفراني سلام عيني عليك يا حبيب والديك سلام الله عليك سلام تهانينا تهانينا والف مبروك لمالك افعال حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري دارنا